وفي تعز نظم الآلاف في ساحة الحرية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، واستهجن المشاركون في الوقفة التضامنية تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل، ودعا المحتجون أحرار العالم لرفع أصواتهم في وجه الإجرام الصهيوني ونصرة المستضعفين المحاصرين في قطاع غزة. وردد المشاركون شعارات تشيد بصمود الشعب الفلسطيني وإصراره على انتزاع حقه في الحرية والاستقلال. ماذا تنتظر من أخلاق الصهيونية؟ هذا سبب، وتلك أخلاقهم. والشعار حينما دخلوا فلسطين كان شعارهم انهض وقت الأولا، هذا شعار الصهيونية العالمية. الأمر الثاني، التخاذل السياسي العربي هو الذي جرأ الصهيونية العالمية في المجازر. الأمر الثالث، ظنا ووهما من الصهيونية أنها ستعيق المقاومة والتحرير، وهيهات هيهات هيهات.